الفقرة اللي فاتت اتكلمنا عن جولة الرئيس وهو بيشتري موز، وكانت الدنيا بصراحة موز قوي. لقينا تعهد من وزير المالية بان مفيش اي خطط لزيادة الضرائب على المواطنين، فاتبسطنا اكتر. بس اتضح ان لسه في ضرائب بتنزل، وكل ما اقول ان شاء الله اخر ضريبة وتروح لحالها الاقي واحدة في ديلها. بس على قد كده بصراحة الرئيس السيسي مش مقضيها ضرائب وخلاص، لا، الاسبوع ده يا جماعة كان اليوم العالمي للمرأة، واكيد الرئيس هيعمل اي لقطة كده. احنا خمننا ان هو هينزل كده يشتري بقدونس وجرجير من اي بياع خضار وياخد لقطة ويتصور، او انه حتى يكافئها ببوكيه ورد. لكن انتوا عارفين يا جماعه الموسم ده مش موسم ورد، ولسه ما دخلناش على الربيع. الموسم ده موسم ضرائب في مصر وغرامات وقوانين، فالرئيس قرر يكافئها بقانون جديد. من ايام اثير جدل كبير جدا في الشارع المصري بسبب تعديلات قانون الاحوال الشخصيه طبعا اللي كلكم سمعتوا عنه. هل هذا القانون هيحل مشاكلنا؟ القانون يبان في مظهره الخارجي ان هو في صف المراه ولا عاجب الستات. قانون ظالم 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 للرجال ولا عاجب الرجاله. لا يمكن ان يكون قانون يحترم المراه، بيوهنها بينتقص منها. ده قانون، قانون، ده قانون، مواد مال. وبطالب السيد الرئيس بوقف هذا القانون فورا. نتكلم حتى لو حصل يعني في بيحصل يعني مجتمع او انه اي ذكر زبط. فرحانين طبعا في الرجاله انه الزوج لما يجي يتجوز جوازه تانية يعاقب الحبس حال اخفائه زواجه الثاني عن زوجته الاولى. القانون لما بيقول ان اللي ما يقولش لمراته ده بيتكلم على اللي مش رجاله. لو عرفت انها مراته ما قالتلوش، لو اتقفش هيتقفش، هيتقفش طبعا، هيتمسك. اوعى تفكر حته العقوبه ده البند الوحيد العادل في القانون. ياخد سنه سجن و50 الف جنيه غرامه. يا ساتر يا رب، والله ده البند. يا ساتر يا رب عليك. ضرب ضرب ضرب، مفيش شتيمه. مين يضرب؟ كله حبس. هو كله حبس حبس. ما تنزلوا الشعب المصري وتريحوه وتريحوا نفسكم. حاجة عيشه والحاجة ضحى والحاجة صبحه قعدوا ما بيعملوا محشي وعملوه. فممكن تسحب المحشي؟ معلش اسحب اسحب خلاص، مفيش مشاكل. وانا شايفه ان في قانون سيكيورتي حلو قوي طالع الايام دي، تحفه تحفه بجد. لو نجربه، لو عجبنا نشتري منه اتنين. ده تحفه والله، يستاهل بقك. الفه لك كده مع المحشي تحبس بيه، كله حبس او تتحبس بيه. نائبات البرلمان في مصر بيتجمعوا كده يشوفوا ايه احدث صيحات القوانين وشرعوه، بيلبسوا الشعب قوانين على الموضه. الفتره الجايه متاكد كده هنلاقي الدوله فرضه غرامه على اللي بيلبس طرحه اسبانيش عشان بقت موضه قديمه. انا بس خايف من حاجه واحده، ان هم يفرضوا غرامه على الناس اللي بتقول اهلا بكم في جو شوف اول الحلقه، ساعتها مش هسكت. لا، احلى حاجه بصراحه الاعلام عمال يحلل المشهد. الستات تقول ده في مصلحه الست وبيرفع من شانها، والرجاله تقول يا جماعه ده بينتقص من حق الست وفي مصلحه الراجل. فيها يا جماعه، انتوا مش فاهمين اللي فيها ولا ايه؟ من الاخر كده يعني الرئيس السيسي عامله اصلا عشان مزنوق في قرشين مش اكتر. الفلوس الفلوس. ست ايه وراجل ايه؟ انا صعبان عليا الناس اللي بتتكلم في القانون. ضرب ضرب، مفيش شتيمه. مين يضرب؟ كله حبس. لا حضرتك انت فاهم غلط، الحبس ده عشان ما قالش لمراته، الغرامه بقى عشان ما قالش للحكومه انه مامن على قرشين وناوي يتجوز بيهم. يا جماعة الدولة لو بتتكلم في حقوق كان المفروض الخمسين ألف دول يروحوا للزوجة وولادها عشان على الأقل تضمن إن لهم مصدر دخل بعد ما الزوج ما يتحبس، مش يروحوا لخزينة الدولة. الحكومة يا مكرة أنت. لا بس أنا متأكد إن الدولة بصراحة هتاخد بالها من ده وهتعدل في القانون وتثبت لنا إنه لصالح المواطن مش معمول عشان تلم بيه فلوس. يا جماعة الجواز ده علاقة خاصة وعقد اتفاق بين طرفين عايزين يبنوا حياتهم ومحتاجين كل قرش. معقولة؟ معقولة ناس عايزة فلوس وناس بتكون نفسهم تاخد منهم فلوس؟ أنا بس بهدوء علشان نقدر نفهم المسألة. انت ومراتك علاقتكم الاول كانت خاصه. نعم. انما بعد عقد الجواز اللي انت جبت فيه الرجل او زارت القانون حضرت الدوله. حضرت. نعم. الدوله زي ما فيه قاف ميم وله ميم قبل الميلاد وبعد الميلاد، وقاف هي وباء وبه قبل الهجره وبعد الهجره، لازم يبقى فيه قاف دال وبه دال قبل الدوله وبعد الدوله. ايوه، لان الدوله دي والد اللي بيدافع عني. الحضن اللي بيحتضنني، مش كده؟ عايز تقول لنا كده؟ كل المواطنين. أيوة طبعا، عشان كده بقول ما تقدرش تتعامل مع مراتك بالاراده المنفرده زي زمان يا شيخ رمضان. انت متجوزها برعايه الدوله. بالظبط كده، بقت الدوله شريكه، بقيتوا ثلاث افراد. ايه ده؟ يعني دلوقتي لما عاوز اتجوز العصمه هتكون في ايد مين؟ اكيد الدوله. لو كده يا جماعه بقى نبدل الكرسيين بتوع الكوشه ونجيب كنبه. ما تقدرش تتعامل مع مراتك. انت فاكرها سايبه ولا ايه؟ يعني ايه تقول لمراتك حضر لي الحمام من غير ما تشوف مندوب الدوله اللي قاعد ده استحمى ولا مش لاقي حد يليفه؟ خالي سالوك غضبت مراتك ليه عند اهلها؟ قلت له ابدا ما فيش يا جماعه، ازمه عقود الرعايه بس ان شاء الله وهتتحل. طب دلوقتي لو عايزين تتطلقوا فالشقه من حق الدوله؟ ما انتوا بقيتوا ثلاثه خلاص، مين اللي هياخد الشقه؟ وكده كده بصراحه يعني مش هتحتاج خلفه، هتدفعها ضرايب. حد خد باله خالد بيبرر القانون ازاي؟ قاف دال وبه دال قبل الدوله وبعد الدوله. لا كويس انك عملت تقويم المؤرخين يقدروا يرجعوا له عشان يشوفوا الطعيس بدا امتى. الدوله دي الحضن اللي بيحتضنني، مش كده؟ عايز تقول لنا كده؟ ده جايبين له مترجم طعيس عشان اسمه في البيت. ومنطمن الستات يا جماعه ان الطرف الثالث ده حاجه حلوه، يعني لو جوزك قدر يتجوز عليكي مش قدر يتجوز على الدوله. وبعدين يا جماعه هو العريس عليه العفش والعروس عليها الاجهزه، طب الدوله عليها ايه؟ الستاير؟
يا جماعه جشع الدوله ده ممكن يسبب ان البيوت تتهد. الغرامات دي ما بتكفلش حق حد، وبدل ما بتتصرف على الاسره بتاخدها الدوله. يعني بره بيدعموا الشباب باسكان او بوظيفه، هنا بنفرض عليهم ضرائب من اول وثيقه الجواز لحد ما يخلفوا. لازم حد من رجال الدين يتدخل ويتكلم كده ويفهم الاعلام ان الزواج ده غير انه حق من حقوق المواطن، ده واجب ديني على الشباب، على الدوله ان هي تدعمه. الان نحن في موسم مثلا الاقرارات الضريبيه، ماذا تقول في هذه القضيه في اطار فقه الوطن وبر الاوطان؟ انا حضرب لسيادتك مثال حصل في حوار بيني وبين احد مشايخي عن قضيه الضرائب. ده حوار مهم ده، وده كان حوار مهم بالفعل. فقال لي بالعباره كده او يكاد يكون بالنص، يعني انا اتعبد ربي بدفع الضرائب. يتعبد ويتعبد ربه من هذا الجانب. لما سالناه يعني انت لما تروح وتدفع الفلوس الضرائب ديت اللي فرضتها الدوله انت تكون في حاله عباده؟ قال نعم انا في حاله عباده. بقول لك يا شيخ، انا شايف ان انت تروح تتعبد لله بالنوم عشان نوم الظالم عباده. في اطار فقه الوطن. طب هو فقه الوطن ده المواطن بيدفع فيه بس ضرائب ما بياخدش خدمات قصاد الضرائب دي؟ طب دي نزلت في اركان الاسلام الخمسه ولا دي اخر صيحات الموضه في التشريع؟ طب عايزين نعرف، طيب الشيخ بتاع فضيلتك ده اللي كان بيتعبد لربنا بالضرائب كان قصير شويه كده ومزلح من عند الراس ورافع ديل العبايه لحد صدره؟ لا لا يا جماعه، اكيد مش اللي بفكر فيه، مش صح مش صح. بس بصراحه فتوى تليق بالاربع سنين اللي الرئيس جددهم لك الشهر اللي فات. الصحاب لبعضها يا جماعه، جدد لي تعيين اجدد لك في الدين، راح ده يا يابا. حتى العباده بقت بفلوس؟ طب ما ينفعش تخلونا نتعبد ونصوم سنه عن الضرايب بدل ما ندفع؟ ده انت رايش تقول من لم يحب مأمور الضرائب اكتر من نفسه وولده فهو قاسي. يا جماعه العباده دي حاجه ما بين العبد ورب، عايزين تاخدوا كارته كمان على العباده؟ بس انه ما قالش بصراحه، يعني هو ما قالش لما بندفع الضرائب دي بنتعبد لمين؟ هو يتعبد ربه من هذا الجانب. باقي الجوانب بقى الدوله ان شاء الله هتخلصها لك لو دفعت ضرائبك، مش محتاج تتعبد، خلاص ادفع والحكومه هتظبطها لك في صحيفه اعمالك. هتدفع ضرائبك وانت ساكت، هتاخد حسناتك وتنزل في حسابك ان شاء الله يوم الايام. يا جماعه كده كده مش فارق معانا الكلام ده، احنا في الامان يابا. اصل وزير الماليه مأكد لي ان مفيش اي ضريبه هتتفرض. الان نحن في موسم الاقرارات الضريبيه. بصوا هو ممكن يبقى في موسم لكن ما تقلقوش يا جماعه، مفيش خطه. بس هو عشان موسم الاقرارات الضريبيه المذيع تقريبا اعتبره موسم حج وجاي ياخد منه فتوى. يعني الدوله اللي بتمد ايدها في جيب المواطن وتسرقه حلال، ولما المواطن ما يدفعش يبقى حرام؟ لا بس بصراحه لازم المواطن يعني يدفع، بعيدا عن الهزار يعني لازم المواطن يدفع. لكن في حاجه حابين نوضحها لفضيله المفتي، ان الضرائب دي اكيد عشان تبقى نوع من انواع العبادات لازم يتوفر فيها شويه شروط، حاجات بسيطه خالص كده، زي ان هي على الاقل خالص تبقى عادله، وان هي قبل ما تتفرض يتراعى فيها اصحاب الدخل المحدود، يعني كمان الناس تبقى عارفه الفلوس اللي بتدفعها بتتصرف في ايه وعشان ايه، مش مجرد فلوس بتترمي في جيوب المسؤولين ولو حد سال يتسجن. بس احنا بصراحه مش مستغربين اللي فضيله الشيخ بيقوله بعد داخل شنطه الدين اللي هو عملها دي. الاعلام بقى بيسلك اي تشريع الدوله بتعمله عشان يثبت لك ان ده الاحسن اجتماعيا ودينيا ويخليك تنسى عواقب العك ده. قانون الاحوال الشخصيه مشبوه لان غرضه في الاساس مش شريف وهيتسبب في مشاكل اجتماعيه كتير لو اتخذ بيه. يعني مثلا جوازات كتير هتبوظ بسبب ماده منح الاهل حق ابطال جوازات بناتهم او حقهم في التعليم والسفر، كلها حاجات الاعلام مستحيل يناقشها الا لو هيجي وراها غرامه او ضريبه يعرف ياخد سبوبه من المواطن. ولو ده حصل وناقشها فعلا ساعتها نتناقش بقى ونقول فعلا الدولة معاها حق.